كابتن حسام البدري يمكن له تصريحات مهمة في جريدة المساء، قال إن عرض اتحاد جدة اللي تردد في وسائل الإعلام كان مجرد إشاعة، والراجل بيأكد تمسكه بالنادي الأهلي وبأداء مهامه في المرحلة اللي جاية، وأكد إنه تركيزه مع الفريق في المرحلة الجاية الاستعداد الجد والقوي بإذن الله تعالى لحسم بطولة الدوري في وقت مبكر، ثم السعي لبطولة كأس مصر، وأيضا تحقيق بداية قوية في دوري أبطال أفريقيا. أتمنى أن يعلن الكابتن حسام البدري بنفسه هذا في الإعلام، لأنه سئل سؤال صريح فقال أنا عندي عروض ووقف. هل كان مستني حد يتكلم معاه في حاجة أو هو طمن لحاجة أو بتاع؟ إذا كان قد قرر البقاء وانتهى الأمر عند هذا، لا يترك الأمر بقى للإعلام أنه هو اللي يقول يطمننا على الكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري راجل النهارده مدير فني بهذه القيمه وهذا النجاح، يحقق كل هذا النجاح، وبدا كتير جدا من القطاع اللي كان بينتقده ويقتنع بفكره، فاصبح الجو ملائم جدا لاستمراره. طب ارجو اسالك سؤال. احنا النهارده بنلعب في نص الموسم، يا دوب الدور الثاني بادئ بقاله ماتشين او ثلاثه. هل من المناسب الالحاح حوالين مصير مدرب السنه الجايه ايه؟ يعني حد سال مدرب اي فريق في الفرق اللي موجوده موقفها ايه؟ هنعتبر ان احنا بنتسال عشان نقول الصح. عشان نقول الصح. تمام. الصح ده قد يصيب حد قريب مني وانصحه انه يعمل الصح. انا بنصح شخص قريب مني انه يعمل الصح. هو سئل وقال عندي عروض. النهارده بقول مكتوب انا قاعد في الاهلي وسعيد في الاهلي وعندي تحديات وعايز اكسب واكسب واكسب. ان كان هذا هو موقفه واستقر مع النادي الاهلي على هذا الامر فليعلنه.